زميل الأستاذ سعد سليم يلقي توصيات المحور الشبابي والتعليم. الاهتمام ببرامج التوعية للشباب في القضايا الحيوية خاصة التي تطرحها بعض الجهات لأهداف خاصة في أوقات بعينها، مع الاهتمام بقضايا المستقبل ودعم ثقافة الحوار مع الآخر بطريقة علمية وصحيحة. ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي خاصة التعليم الأساسي وفيما قبل الجامعي للحفاظ على الشخصية المصرية وتدعيم الهوية الوطنية. 4. التنسيق الحقيقي والشامل بين الوزارات، وثيقة الصلة بالعمل الشبابي ورعايته لتتكامل السياسات ولا تضيع الجهود سدى. 5. رصد ظاهرة التقسيم في المجتمع وضرورة إيجاد صيغة لإعادة تماسكه واتفاقه على بعضه البعض وانفتاحه على بعضه البعض بعد ظهور بعض المجتمعات المنغلقة على أنفسها. 6. ضرورة قيام وزارة الثقافة بدورها في تبني الرؤى المستقبلية للوزارات المختلفة لتعمل عليها من خلال وسائلها كالمسرح والتلفزيون والسينما والكتاب وغيرها، وتوصلها للمجتمع بالشكل الصحيح لبناء الدولة الحديثة. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، وكل الشكر والتقدير لكل من شارك معنا في المؤتمر، وكل الشكر والتقدير لزملائي في مؤسسة دار التحرير جميعا. وكما بدأنا المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا، سننهيها أيضا تحية لهم بالوقوف حدادا على أرواح الشهداء.